السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح أتكلم مشروع العناية بالأسنان. أسباب تسوس الأسنان: عدم العناية، نظافة الأسنان وتناول الحلوى والمشروبات الغازية. من أعراض تسوس الأسنان هي تذهب بالتدريج، حيث أن حتتها ثقوب واضحة بالأسنان، ألم شديد عند تناول الطعام، خلاص التهاب اللثة. أخطاء تسوس الأسنان: مما يسبب آلام شديدة التهابات حتى يفقد أسنانه. أنظف أسناني بالفرشاة والمعجون. أنا أحب أن أنظف أوقات أفرش أسناني بها بعد الأكل، بعد تناول الحلوى، قبل النوم. طرق الوقاية من التسوس: أنظف أسناني مرتين أو ثلاث مرات في اليوم، تغيير فرشاة الأسنان، زيارة الطبيب. إلى اللقاء.